السد العالي الذي كان أعظم وأكبر مشروع هندسي في القرن العشرين من الناحية المعمارية والهندسية، متفوقا في ذلك على مشاريع عالمية عملاقة أخرى. وأقيم السد العالي لحماية مصر من الفيضانات العالمية التي كانت تفيض على البلاد وتغرق مساحات واسعة فيها أو تضيع هدرا في البحر المتوسط. اتجه التفكير إلى إنشاء سد ضخم على النيل لتخزين المياه، فكان إنشاء السد العالي أول مشروع لتخزين المستمر على مستوى دول الحوض يتم تنفيذه داخل الحدود المصرية. تقدم المهندس المصري اليوناني الأصل أدريان دانينوس إلى قيادة ثورة 1952 بمشروع لبناء سد ضخم عند أسوان لحجز فيضانات النيل وتخزين مياهه وكذلك توليد طاقة كهربائية منه. وبدأت الدراسات من قبل وزارة الأشغال يومية بناء على قرار مجلس قيادة ثورة 1952، وهذا في 18 أكتوبر عام 1952. طلبت مصر من البنك الدولي تمويل المشروع، وبعد دراسات مستفيضة للمشروع أقر البنك الدولي جدوى المشروع فنيا واقتصاديا. كانت المداولات بين الإدارة المصرية والبنك الدولي في موافقته على المشروع اقتصاديا وتقديم العروض التي تساعد مصر على إنشاء هذا المشروع، ثم قام البنك الدولي بسحب هذا العرض بسبب الضغوط الاستعمارية وقتها، على أن تم توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد السوفيتي سابقا لإقراض مصر 400 مليون روبل لتنفيذ المرحلة الأولى من السد، وكان هذا في عام 1958. وفي مايو 1959 قام الخبراء السوفيت بمراجعة تصميمات السد واقترحوا بعض التحويرات الطفيفة التي كان أهمها تغيير موقع محطة القوة واستخدام تقنية خاصة في غسيل وضم الرمال عند استخدامها في بناء جسم السد. الباحث في العلوم السياسية عبد الرحمن شحاتة، في أي عام تم الاحتفال بافتتاح السد العالي؟